تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وغسل الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والفساد الوظيفي، وتمكنت من ضبط عدد من القضايا في هذا الإطار. في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين وغسل الأموال وتزوير المحررات الرسمية والاستيلاء على المال العام، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط 4 أشخاص بالغربية والإسماعيلية والبحر الأحمر لقيامهم بالاستيلاء على قرابة 9 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال التجارة مقابل أرباح شهرية متفق عليها، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المستولى عليها بالمخالفة للقانون. مديرية أمن القليوبية وفي الإطار ذاته نجحت في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على 22 مليون جنيه من مواطنين بزعم استثمارها لهم في إقامة مشروعات تجارية على قطعة أرض أوهمهم بأنها ملكه بموجب عقود تمليك مزورة. مديرية أمن الدقهلية نجحت في ضبط أحد الأشخاص أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ودعا من خلالها الأشخاص للتبرع لبعض الحالات الإنسانية التي يقوم بنشر فيديوهات لها على هذا الموقع، وتلقى عقب ذلك تحويلات مالية بالعملة الأجنبية على حسابه بأحد البنوك، ويقوم عقب ذلك باستبدالها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء والاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه، وبلغ حجم تعاملاته في هذا النشاط الإجرامي 2.5 مليون جنيه. وعلى صعيد ضبط جرائم الاستيلاء على المال العام، نجحت مديرية أمن سوهاج في ضبط سائق بإحدى شركات نقل البضائع استغل طبيعة عمله واستولى على 60 طن سكر خاصة بإحدى شركات تجارة الجملة وتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء واستولى على قيمتها، وهو ما يعد إضرارا بالمال العام. وعلى صعيد ضبط جرائم تزوير المحررات الرسمية، تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية وبحوزته المستندات المزورة والمواد والأدوات المستخدمة في عملية التزوير. الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإتجار والترويج لأدوية مهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنشأها لهذا الغرض، وعسر بمسكنها على كمية من الأدوية المستوردة والمهربة قدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها ب1.5 مليون جنيه. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 تشكيلات عصابية بالمنيا وبورسعيد لقيام عناصرها بغسل 39 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وتأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضي وعقارات وسيارات في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافاً للحقيقة.